ماشي مشكل. ماما صافي اذا مشاهدي ومتتبعي قناه شوف تي في مرحبا بكم مره اخرى دائما من دوار ويرقان عماله تحناوت اقليم الحوز. قناه شوف تي في سبق لها انها صورت فيديو مع السي عبد الرحمن الرجل الكفيف اللي توفوا له 8 ديال الناس من الاسره ديالو، وبقدره قادر بقدره الله سبحانه وتعالى انجى من موت محقق هو والابنه الطفله ديالو اللي كتبلغ من العمر حوالي 4 سنوات، خمس سنين. قناه شوف تي في وهي كت في هذه الجوله بهذا الدوار ارتأت انها تجي تشوف الاحوال ديال السي عبد الرحمن كيفاش تحولت من بعد الفيديوهات اللي دار في قناه شوف تي في، خصوصا اننا علمنا بانه حصل على هذا المنزل الحديدي، هذا البيت الحديدي كونتونير الحمد لله من المحسنين، ولكن مازال خاصو مازال عنده مطالب ومازال بغى يبلغ رسائل سواء للمنتخبين او السلطات او المحسنين. سي عبد الرحمن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف بقيت اخويا؟ الله يجازيكم بخير، الله يكبر بكم. مره اخرى غادي نقول لك الله يصبركم والبركه في راسكم. نعم. الله يرحم المرحومين سواء من العائله ديالك 8 ديال الناس اللي فقدتي. نعم. او المرحومين الشهداء ديال هذا الزلزال ديال 2023 اللي ضرب خصوصا منطقه الحوز. الله يرحمهم ويسهلهم. الله يرحمهم يا ربي. الله يرحمهم يا ربي. باش نعاودوا نذكروا الناس اللي كيتابعونا سي عبد الرحمن. ايه. انت ليله الجمعه 8 شوشان بك كان ضرب الزلزال، كنتي في الدار. مع العائله ديالك. اييه. والحمد لله ان انت نجيتي، ولكن 8 ديال الناس من الاسره ديالك توفوا لك، شكون هما؟ توفى لي الاب ديالي والام ديالي واخويا الكبير ومرات خويا وولدها وولد اختي ومراتي انايا وبنتي الصغيره اللي في عمرها عام. توفات هي مسكينه. توفات هي مسكينه. 8 ديال الناس. 8 ديال الناس. الله يرحمهم. يا رب امين. الله يرحمهم. انت كنتي وسط الدار ومعجزه سبحان الله وتعالى انك طاح عليك داك الشيء وشديتي البنيته ديالك اللي كتبلغ من العمر 5 سنين. نعم. خليتيها تحت منك باش ما يطراش لها شي حاجه، بغيت انا تضرب في بلاصتها. تضربتي انت؟ تضربت انا في بلاصتها وما تضرباتش. لا ما تقاسش. الحمد لله خرجتوا بجوجكم حيين. الحمد لله الحمد لله والله الا الحمد لله كان الحمد لله ونشكره والله العظيم. يعني في اللحظه فاش كنت في الدار كما قلت لك حسيتي بالهزه، بقيت واقف حين تكون خرجت غادي نتضر اكثر. بقيتي بلاصتي. بقيت في بلاصتي حين تعرفتها هزه، يعني حين تعرفتها هزه ارضيه. يعني صافي بقيت في بلاصتي. اصلا انا كنت يلاه ساليت من قراءه القران الكريم كما قلت لكم ودرت في مباشر في تيك توك يعني كمواقع التواصل الاجتماعي وجاو الناس الحمد لله كذا التشجيعات. في لحظه يعني الحمد لله كملت المباشر في لحظه يعني هزيت الهاتف ديالي بقيت نهز الهاتف ديالي في لحظه يعني اهتزت الارض ووقفت وجات البنيه حدايا يعني كانت جريت شي خشيت جريت من ما خليتهاش تقيسها شي حاجه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله البنيته الصحه ديال البنيته مزيانه بخير وعلى خير. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. من بعد عبد الرحمن ما درنا ذاك المباشر اللي كنا درنا على قناه شوف تي في. نعم. واش تفاعلوا معك المحسنين؟ جاو عندك شي ناس؟ كيفاش تبدلت الوضعيه المعيشيه ديالك؟ والله الا شوف الحمد لله ان فاش حطيت الرقم ديالي تواصلوا الناس والناس واساوني الله يجازيهم بخير وكبروا بيا الله يرحم ليهم الوالدين. لا من الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج الله يرحم ليهم الوالدين كلهم تيتواصلوا معايا كذلك وكيواسيوني وكلي كيبقى معايا الحمد لله في الهاتف وكذلك يعني الناس اللي كيساعدوا الحمد لله كاينين يعني الحمد لله محسنين وكاينين محسنين اخرين ان شاء الله يعني في الطريق ان شاء الله رب العزيز سبحانه وتعالى. وكما تنقول للناس الله يجازيكم بخير والله يرحم ليكم الوالدين. انا يعني كل لقيت السكن نسكن فيه انا وبنتي يعني باش يحمينا ان شاء الله من البرد ومن بزاف د الامور. الحمد لله جابوا لنا كونتينر وكل شيء ولكن يعني ضروري خص الانسان يعني هذا الكونتينر هذا مؤقت. اي مؤقت. المهم يحميك من البرد يحمينا الشوا والثلج اللي جايين. الحمد لله هذا الشيء اللي مزيان والله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي. البنيته مسكينه دابا فين شكون اللي كيعيش؟ شكون اللي كيربيها؟ شكون اللي كيرعاها؟ انت ما كتشوفش كيفاش كتغسل؟ كيفاش كتمشي مسكينه للمرحاض؟ كيفاش شكون اللي كيكون بها؟ كاينين جوج خواتاتي كتمشي لعندهم كيرعاوها الحمد لله. الحمد لله جوج خواتاتي ولله الحمد الحمد لله. عماتها عماتها الحمد لله
وكذلك يعني فاش كتبي تنعسي هي تتبي تنعسي حدايا، ما كتبيش شي حدا، كتنعس حداك. اه مسكين هي ما كتفرقش معايا يعني، فين ما مشيت خصها تمشي انايا والو يعني. ما تقلش واخا كانوا عماتها ما تقلش معاهم، تبقى هي معايا انايا. سبحان الله. دابا قلت لك الى وين فقدت الام ديالها، بقى غير الاب. هي اصلا من الصغر ديالها مايله ليا، من الصغر ديالها، من الصغر ديالها مايله ليا البنيه، من الوقت اللي الام ديالها باقا حيه. اه من الصغر ديالها يعني، من الصغر ديالها فاش كانت هي والام ديالها، فاش كانت كدير البنيه، البنيه الصغيره اللي في عمرها، فاش كانت كدير الترويض كانت كتقول لي يلاه نمشيو عند باوا نشوفوا البنيه الكبيره هذه، البنيه الكبيره. والحمد لله يعني، شوف قدر الله ما شاء فعل، مشاو شهداء عند الله سبحانه وتعالى. ولو ان النفسيه يعني بعض المرات تكون جالسه تفكرهم يعني كتجيك يعني راه صعب 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 صعب، ماشي سهل ماشي سهل، صعب صعب انك تشوف هذيك يعني كنشوفها بالقلب ديالي يعني، كتخيلها بالقلب ديالي يعني. انا يعني الناس كلهم كيشوفوا بالعينين ديالهم، كيشوفوا ديك الردم وكل شيء، ولكن انا كنشوف داك الشيء بقلبي يعني. يعني في ديك اللحظه فاش كنت كيدري بداك الشيء، وانا كنت تحت الانقاض، انا راه كان في الاذكار يعني، كيما قبل ويعني في الاذكار، وكيما فاش كنت تحت الانقاض يعني كانوا الاذكار. وشوف سبحان الله العظيم، معجزات الله سبحانه وتعالى، سمعوني وجبدوني انا البنيه، ما طرا لها والو ولله الحمد. واخا انا تقصحت شويه وسميت، ولكن الحمد لله هذيك سبحان الله العظيم، هذيك معجزه من عند معجزة الله، والله الا معجزه باش تبقى تشوف بها الدنيا، هذيك هي عينيك في الدنيا، ولله هي اللي غادي تبقى تشوف وتقول لك شنو شفت. ها الله يجزيك، والله الا الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله. سي عبد الرحمن، باش نذكروا المشاهدين، عبد الرحمن راه حاصل على الدكتوراه في الدراسات الاسلاميه، وكان مسكين قبل من 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 الزلزال كان كيبيع كلينيكس في مراكش، ياك اه كنت كنبيع كلينيكس والزريعه، والزريعه في مراكش. في يعني هي في الزنقه، باش ما عندكش محل. لا لا هي في الزنقه، وكنجيب ديك البركه 50 درهم 60 درهم، وفرحان بها انا وبنتي ومراتي، ولله الحمد الحمد لله بخير وعلى خير. اللهم قليلهم دوم ولا كثيرهم مقتول، وديما تنقولها درك، اللهم قليلهم دوم ولا كثيرهم مقتول. الحمد لله الحمد لله، قانعين ولله الحمد. كيفاش كدوز نهارك دابا؟ الزوجه ما كايناش، الام والاب ما كاينينش، كيفاش كدوز نهارك؟ صعيب 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 صعيب. واحد الجو كنت مولف، وكنت كنلقى الزوجه ديالي حدايا، كنت كنلقى الام ديالي حتى هي حدايا، كنت كنلقى الاب ديالي تيهضر معايا هكا، وكنت كنلقى خويا تيجي في العشيه، كل عشيه تيجي يطلع عليا تيخرجني للسوق يعني. يعني راه لا اله الا الله، كلهم فقدتيهم. كلهم كلهم مشاو، كلهم مشاو. ودابا الحمد لله الحمد لله، وكاينين دابا خوتي بجوج يعني، خويا اللي معكم وخويا الفقيت هو، وكاين جوج خواتاتي، وكاين واحد خويا الله يشافيه راه في المستشفى حتى هو، كان حتى هو تصاب في الزلزال. اييه تصاب في الزلزال، الله يشافيه ويشافي ليه الزوجه ديالو والبنيه ديالهم، راه بخير وعلى خير، ما وقع لها شيء الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. عبد الرحمن، من بعد الزلزال، ومن بعد هذه حصلتي على هذا الكونتينر، ولكن شنو الرسائل اللي باقي عندك سواء بغيتي توجهها سواء للمحسنين سواء للمسؤولين هنا ديال منطقه ويلكان، ديال الدوار ديال ويلكان؟ انا بغيت حاجه واحده للمسؤولين وكذلك للمحسنين، انا خصوصا اولا المسؤولين يعني يلتجؤوا ويشوفوا يعني الحين انا الشخص الكفيف في هذه المنطقه الوحيد اللي تعتقد يعني. انا عندي يعني، علاش نقول ديك الاولويه؟ وعلاش الاولويه في السكن، والاولويه فاش يجي ويشوفوك السلطات بعدا يجي ويطلعوا عليك، حيت الا جا شي واحد من السلطات راه غادي يرفع عليك كثر، فهمتي؟ غادي يعطيك واحد القوه، غادي يعطيك واحد لينيرجي كبيره. علاش اليوم 16 يوم باش وقع الزلزال ما جا عندي حتى شي مسؤول؟ لا ما جا عندي حتى شي مسؤول، لا منتخب لا والو، سلطه لا حتى شي والو، ما جاش عندي يعني حتى شي واحد. ثم في دوار ويلكان زيتوا على الطريق زعما، جينا على ماشي داخلين، ما جا عندك حتى شي واحد؟ لا ما جا عندي حتى شي مسؤول. كيجيو الناس، شوف كيجيو الناس اللي كيجيو المحسنين، كيجيو الناس محسنين، وكيجيو الدراري اللي مكلفين عليا، بحال اللي مكلفين بهذا لي ستوك وداك الشيء، كيجيو كيطلعوا عليا ياك ما خصك شي حاجه وكل شيء، ولكن شي مسؤول والو ما جاش. حتى واحد ما جا؟ لا ما جاش. لا زعما عيب وعار بانها جا على الشانطي ومسؤول ما يجيش عنده، لا منتخب منتخبين، لا رجل سلطه، لا حتى واحد ما يجي عنده، حشومه وعيب وعار، حشومه وعيب وعار، حشومه وعيب وعار، غادي نقولها ثلاثه المرات، لا حول ولا قوه الا بالله. كفيف ماتوا له، ضاعوا له 8 ديال الناس من العائله ديالو، توفوا، ربي سبحانه وتعالى حفظه هو وبنيته، حتى واحد ما يجي لا يواسيه لا يشوفه لا يطمن عليه. فينكم المنتخبين؟ فينكم المسؤولين؟ حتى واحد ما جا عنده
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شنو بغيتي تقول لهم اخويا؟ انا بغيت نقول لهم انا يا حاجه واحد، انتم بحالنا بحالكم الحمد لله، وانتم راه خوتنا والله يجازيكم بخير. الا جاي شي واحد وطلع ليا وساني شتي يعطيني هي الكلمه الطيبه نبوس له راسه، وانا ما عنديش الكلمه الطيبه الصدقه. كلمه طيبه صدقه. الا جا عندي شي مسؤوله ولا شي منتخب وعطاني هي كلمه طيبه وجاوبتني نبوس له راسه ونقول له الله يرحم ليك الوالدين صافي الله يجازيك بخير. اما القادم اجمل، يعني احنا غادي شويه بشويه تتيسر الامور. وكما بغيت نقول للناس يعني المحسنين الله يجازيهم بخير، اللي قد يساعد بشي حاجه الاخوان الله يجازيكم بخير. تلقاو الرقم ديالي كاين، رقم غادي درنا على الشاشه ممكن تعاود تقولوا السعر. اييه الرقم غادي نقولوا 06 59 91 33، 06 59 91 33. الحمد لله الاخوان، يعني اي واحد قد يعاون بشي حاجه بشي مكان يعني، ولا تيسرت الامور ووفقني الله سبحانه وتعالى تكون عندي شي 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 شي, شي مسكنه ولا شي حاجه، فهذا خير كبير. واي واحد دار واحد الخير، يعني اي واحد دار شي خير راه غادي يلقاه في الميزان الحسنات ديالو. وكما تنقول علاش انا تنهضر المسؤولين، حيت المسؤولين راه بحالنا بحالهم. والا جا شي واحد هو ثاني وكبر بيا الله يجازيه بخير، وراه كنعرفوا كاع الظروف ديال الناس. وشوف الحمد لله كنراعيوا الظروف الجميع وكل شيء، والله حتى هما الله ييسر امورهم والله يحسن اعوانهم والله يوقف معاهم. يعني ما كنطلب شي حاجه اخرى غير انه يجي شي مسؤول ويواسيك ويجي يقول لك كي داير عبد الرحمن، تسمع الصوت ديالو، يعني نسمعوا بودنيه ونشوفوا بقلبي. انا كنطلب منه غير يعني كنطلب منهم الا جا شي واحد وجواسك وعطاك ديك الكلمه الطيبه نبوس له راسه ونقول له الله يرحم ليك الوالدين، انت جيتي لعندي جزاك الله خيرا باش تشوفني وتشوف يعني باش تشوف واحد الشخص كفيف اللي عنده الاوليه في كل شيء. يعني حيت الا جاوا اصحاب الاحصاء ضروري خصهم يشوفوني ويقولوا لي شنو بغيتي، فهمتي واشنو بغيتي خصهم يجيو لعندي، يعني خاص يقولوا لك شنو بغيتي واشنو كذا، يعني ما كنطلبوش شي حاجه اللي كثيره الحمد لله. الحمد لله والله ديما القناعه كما تنقول لك كذا، اللهم قليل من دوم ولا كثير مقطوع. الحمد لله والله الحمد لله. اذا كيف تابعتوا معنا مشاهدينا الكرام من قلب المحل او البيت الحديدي اللي حصل عليه السي عبد الرحمن، رجل الكفيف اللي فقد 8 من الاسره ديالو ونجى الله هو وبنيته اللي كتبلغ من العمر 5 سنوات، ما كيطالب حتى شي حاجه، كيطالب غير كلمه طيبه من عند مسؤول اللي اليوم 16 يوم باش وقع الزلزال وباش فقد الاسره ديالو وما جا عنده حتى شي واحد. كنا كنمشيو للجبال وكنمشيو كندخلوا في البيست 4 5 10 15 كيلومتر، كيقولوا لنا المسؤولين ما كيجيوش، كنقولوا راه واقيلا خافوا، طريق صعيبه عليهم، مع العلم انهم في وقت الانتخابات كيدوزوا منا وكيوصلوا عند دوك الناس باش يحصلوا على الصوت ديالهم. دابا هذا جا على الشانطي اقليم هذا الدوار ديال البور، لا هاد الدوار هذا نعم. ايغود ياك لا ويرغان ويرغان دوار ويرغان راه جا في الشانطي. هاد السيد الكونتونير ديالو المحل ديالو هاد البيت الحديدي اللي محطوط راه محطوط في الشانطي، ما غادي تدور له هكا ولا هكا وما يجيش عنده، ما تجيش عنده المسؤول سواء انت المنتخب او المستشار او القيد او الباشا او عامل صاحب الجلاله، ما تجيوش عند هاد السيد حشومه عيب وعار، خاصكم تجيو تشوفوا هذا السيد. هذا هو من الناس الاولين اللي خصهم يتشافوا، راه فقد كفيف وفقد 8 من الاسره ديالو، هو حصل على بيت حديدي بطبيعه الحال مؤقت الله يجازي المحسنين، ولكن المسؤولين خصهم يجيو عنده، ضروري خصهم يجيو عنده. سيدنا الله ينصره راه مجا من الرباط حتى لمراكش ومشى شاف الناس المرضى وعطى الدم ديالو ورجع. انتوما هي جوج خطوات، تحط الطوموبيل ديالك وغادي تطلع 3 4 خطوات وتشوف هذا السيد ما قدرتيش ديرها، علاش؟ هذا سؤال كيتطرح عليه اكثر من علامه استفهام. اذا شكرا مشاهدينا الكرام، وقبل ما ناتي الى هذا المباشر غادي نخلي عاوتاني السي عبد الرحمن مع كلمه اخيره. الكلمه الاخيره كنشكر كاع الناس المحسنين اللي تواصلوا معايا في المباشر اللي درت مع شوف تي في الاول، وكذلك اللي توصل الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج، وكذلك تنشكر صاحب الجلاله الله ينصره ويحفظه لنا، جزاه الله خير الجزاء، والله يشافيه وينور له طريقه، لانه وقف على قبلنا وديما معنا والله يجازيهم بخير. واللي بغى يجي لعندي الاخوان كما تنقول لكم رانا في الشانتي كما قال الزعيم الكريم، رانا قريب حدا الشانتي محطوط، مرحبا باي واحد، مرحبا باي واحد بغى يواسيني. انا شوف الكلمه الطيبه انا اللي بغيت
بغيت هي الكلمه الطيبه. اما القادم اجمل ان شاء الله، القادم إن شاء الله. اجمل ان شاء الله، راه المحسنين ان شاء الله كاينين وغادي يجيو ان شاء الله عندنا. الله يجازيهم بخير والله يفتح ليهم. وتنشكر سيدي عبد الكريم والاخ الاخ اللي مع سيدي عبد المولى، جزاكم الله خيرا. وشوف تي في والله يكبر بكم، والله يفتح لكم ابواب الخير، والله ينور طريقكم. والاخوان ديالي اللي واقفين معايا جوج خوتي، خويا عبد العزيز وخويا حسن، الله يرحم ليهم الوالدين لانهم واقفين معايا ما مخليني حتى شي حاجه. وجوج خواتاتي وكذلك خوالاتي، يعني كل 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 اللي واقف معايا ولله الحمد، الله يجازيهم بخير. وكنت من الاخوه اللي نعاودها اللي قد يعاوننا باي حاجه من المحسنين، الله يجازيه بخير والله يفتح لي ابواب الخير، الله ينور لكم طريقكم. سي عبد الرحمن، خير من ختتم بآيات بينات من الذكر الحكيم. بسم الله، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صدق الله العظيم. إذن بآية البينات من الذكر الحكيم نأتي إلى نهاية هذا المباشر مشاهدينا الكرام. شكرا السي عبد الرحمن، شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.